السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا حلوين؟ طيبين مبسوطين الزبدة. وباختصار ولا بيطول عليكم، حاب أقولكم في بث مباشر يوميا من الساعة 9 مساء إلى الساعة 12 أو 1 في الليل. طبعا البث المباشر بإذن الله بيكون يوميا، يعني بشكل يومي على مدار الأسبوع، إلا الخميس، إلا السبت والجمعة. السبت والجمعة اللي هي أيام الإجازة بتكون عن لعبة أتيلا توتال وور بس. طيب مثل ما قلت لكم يا شباب، كل يوم بسوي بث من الساعة 9 الليل إلى 12 الليل. طبعا البث بيكون يعني لعبة ليج اوف ليجند، أرما 3 مثلا، وورد اوف تانك، يعني ألعاب منوعة، وور ثندر، أرمورد وورفير، ليج اوف ليجند برضو بركز عليها. طبعا الا السبت والجمعه اللي هي ايام الاجازه، ايام الاجازه بتكون عن لعبه تيلا توتال وور بس، يعني تختيم وشروحات وفله وطقطقه ضحك، مخصص اليومين هذه لجمهور اتيلا، وباقي الاسبوع بيكون يعني بث منوع. طبعا اتمنى تتابعوني يا شباب وتعطوني فولو هنا، وبرضه تشيكون على تويتر والفيسبوك من هنا، والباي بال اللي هو الدونتيشن من هنا ومن هنا الاثنين. هذا كمبيوتر يعطيكم مواصفات جهازك، يعني حاجات كويسة، يعني خشوا عليه وجربوه. طبعا الدعم المادي مثل ما قلت لكم يعني ما ينفعني انا، ويعني ما استخدمه شخصيا بالعربي، هو الدعم المادي يروح تطوير القناة. تطوير القناة ايش يعني؟ مثلا يروح في نشتري فيها العاب جديدة على طلبكم، نجرب فيها حاجات جديدة، يعني يساعدنا نوعا ما ان احنا نطور القناة بشكل عام. طبعا انا مثل ما قلت لكم لايف ستريم يوميا، اتمنى تتابعونا يا شباب. طبعا حطوا لايك، حطوا كومنت لنا اذا شفتوا المقطع هذا. راح اسوي بعد يمكن ربع ساعة بتنزل حلقة حقة الجيف اواي اللي راح اسحب عليها الحين. يلا فما الله.